دخلت أخبار الآن مدينة الأشداد أهم عاقل داعش في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت على هذه البلدة وموقع الجبس الغني بالنفط والغاز والذي يعد واحدا من أهم موارد داعش المالية. كما شكلت خسارة الشداد لداعش ضربة قوية للتنظيم، إذ كانت مركزا للانطلاق إلى مدينة الموصل حيث معقل داعش في العراق. تحرير مدينة الشداد لها أهمية كبيرة لنا. قطع الطريق على داعش ما بين رقة والشدادة وما بين موصل والشدادة، ولها استراتيجية خاصة في هذه المنطقة من حقول الشبسة والغاز، ولها أهمية كبيرة لنا كلاروج أباب الكامل. أهل المنطقة فرحانين بهذا الأمر، عرفت علي شلون؟ والحمد لله على النزوح اللي حرروا هالمنطقة وصارت العالم تمشي بكل حرية وبكل أريحية طبعا، والحمد لله على هذا النصر.